الست ام محمد زوجها عنده توك توك شغال عليه، ولكن الاحتياجات ما كانتش يعني مناسبة. هي بدأت تشتغل بالتجارة وتتكسب من ورث كان عندها، وبتقول كانت ماشيين والدنيا كانت كويسة، وفجأة الدنيا اتدمرت ورقت والفلوس بدأت تطير، مش عارفة ايه السبب. التكسب من التجارة، العمل بالتجارة شيء طيب، وطالما أنا في التجارة دي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فما اقدرش اقول انه ليه تاثير على الانسان ما دام تجارته كلها حلال، فلا يضر الانسان شيء منه. امتى يضره؟ لو كان هو بيتاجر باسلوب مش مظبوط، او في يدخله شيء من الحرمه. فنراجع تصرفاتنا، ربما عملنا شيء ده يعني دخل اليه شيء من الحرام فصنع ما صنع، وقد يكون الامر امتحان عادي، وانا فلوسي حلال ومكسبي حلال وتجارتي وانا اتقي الله في تجارتي وفي التعامل، يبقى انا في الحاله دي في امتحان اصبر عليه. ونصيحه ثالثه، وهي كتمان، الكتمان في قضاء الحوائج ده مطلوب. عندي خالة، عندي عمة، عندي قرابة، عندي أي شيء بيتكلموا معايا وعارفين أن أنا بتاجر تفاصيل حياتي، أنا مش مطالبة أن أنا أدي كشف حساب عن حياتي، صرفت في كذا وعملت كذا وجبت الكذا، وأن أنا أبلغ الناس بيه حتى لو كانوا أقرب الناس إلي، وده مش صح. فالإنسان يتكتم في مصر هذه الأمور ويتعلم كيف يرد الرد الحكيم الذي لا يوقع في الخطأ ولا ينفر الناس منه، وفي نفس الوقت يعلم اللي قدامه أن ليه حدود، لازم الناس تبقى ليها حدود مع بعض، مش كل ما حياتي يبقوا عارفينها وأنا كل حياته ما بقى عارفاه، لا. وننصح بكثرة الأذكار والتحصينات والدعاء بأن ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويعافيك، واصبري على ما أنت فيه وسالي الله الفرج والشفاء وسعة الرزق، واصبري واحتسبي يا صاحبة السؤال. وأراجع برضو طريقتي كمان في التجارة، يمكن أسلوبي في التجارة نفسه بعيدا عن الحلال والحرام طريقته مش صح، مش بتواكب السوق بصورة مظبوطة، حتى لو أنا بتاجر من البيت، فربما ده عدم دراستي لهذا الأمر، أو أن أنا أشوف السوق محتاج إيه، أو أن أنا بتاجر بأسلوب مناسب ييسر على الناس وكده، ولا أنا بعمل إيه بالظبط. فبراجع برضو طريقتي في العمل، محتاج الإنسان يطور من نفسه ويبقى عنده يعني استبصار بالواقع واحتياجاته وطلبات السوق واحتياجاتها وطريقة الناس في التعامل في البيع والشراء. يا أم محمد،